الهول يا خوتي تاع الهول. الله أباك فكرتوني في الهول. كل حاجة فيها best of. أنا اليوم فكرت بلي لي سكاتش تاعي قاع اللي جمعتهم في سكاتش واحد وسميته best of. لي شاف لي سكاتش تاعي راح نعاودهم بكا. تفاو نهار اللي خرجت أنا من دارنا وكانت ماشي باش نروح الخدمة. هادوك تاع لي زاريد بوس. يوم مازالهم توجور خروبة ساميزو لا كلاسير باب زوا ساك جوي دار البيضاء. مازالو توجور لو ميم هذاك اللي كان يعيط يقول ايا خروبة ساميزو لا كلاسير باب زوا ساك جوي دار البيضاء قلا هنايا كاوينا. مازال كاينه واحد ما تبدلش كاع. ايا بليدا 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 حنوني والله كاينه بلاصه. مازالهم توجور مازالهم سبحان الله مازالهم توجور. الله رب عداتي كان كي جست هذيك مازال هذوك صحاب السوق توجور مازالهم. دول الحشرات دول الناموس دول القراد دول الدبان دول البق دول القرلوات دول الناموس دول الحشرات. عندك ولعه عندك خلعه عندك صدعه عندك وجع عندك بيضه متفخه عندك الدوخه عندك المرنوخه استعمل زيت القنفود. مازالهم حاجه الحاجه اللي مازال ما فهمتهاش. ومن بعد ياك دبرت خدمه انا تفاو دخلت في البلديه. انا غير جيت داخل في البلديه تلاقيت مع عمي رزقي هذاك المنيرفي. انا غير هضرت معاه قلت له واش عمي رزقي ما طلعوكش مير ما زلت قاعد بيا وحق جمالي ماني سيدي سليمان لو كان ماشي القدر دوكا نعطيك بحشه عينك كنجيبهم لك فيكتور شير كيني محمد وعلي من الساعي اذهب بنال. واش بيك عمي رزقي ما تقلقش يا عمي ساسي اوه توحشتك يا عمي ساسي واش راك مازال طلع في السروال او بيان سور انا نطلعوهم وانتم تهبطوهم. عمي ساسي توجور عمي ساسي قعد هو توحشت حومتي رحت لحومتي دخلت لحومتي قعدت نشوف في حومتي لقيت واحد ياسين صاحبي لقيته قاعد هكذا مسكين قاعد جاليه صاحبي خيام تكنيسيا يخدم لك تي سيتي. قلت له يا خيام واش راك خويا صافا قلت له ياسين مازال مريض. قال لي خيام روح در معاه روح واش ياسين مازالك مريض يا خو مازالي فتبيا فتاني بي فتا مازالي مريض مازال ما داويتش فتاك تشوف كيفاش فتحالتي فت كيما فتاك تشوف اي جات اي دقيقة داويت فت يا خو فتي دا فتاك مليح مازال ما داويتش ربيش والدواوي كامل بعثناك عندي فت يا خو اكتو فت مكان فت مكان فت مكان فت مكان والو فت ملي رحنا فتو هنا فتحنا هكذا فت لا غالب فت هكذا فت باقي ما كانش فت ما عندنا فت لي دوا فت ما عندنا ني سبيطار فت ما عندنا والو فت يا خو شت كيفاش فت شت يا خو الله غغتني على بالك والله غير راك شفيتني بصح فت يا خو فت الله يعيشك فت يا خو فت الله يستر فت يا خو فت ادعي فت ادعي لي برك ان شاء الله خويا ان شاء الله والله غير تجيب شفا تفاولوا تاع ياسين ولد حومتي ربي يجيب له شفاء ان شاء الله. الو ريباتتي كان كي كنت في حومتي وزدت لقيت مع واحد موح رجله اللي يريح تحت الباطيمو تفاولوا هذاك لو كان نهضر معاه يبدا يقلعني خايف ايما لا يفو ميو. قلت له ياس يا موح هضرت معاه قلت له واش موح مازال تريح تحت الباطيمو مازال ما تحشمش اسمع يا دوك نبدا قلت له حبس ما تلحش تريكو تاني غير نقصر واش بيك هذا ما كان والو. الوغ في حومتي تفكرت الباطيمو اللي كنت نسكن فيها والله واحد الباطيمو انا نسكن بروميير ايطاج دوزيام ايطاج فوقي تسكن كريمه خالتي كريمه وفوقي تسكن بايا وانا نسكن وفوقها تسكن خالتي فروجه شفيتو لها خالتي فروجه يا يما خالتي فروجه في العراس يا زك 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 بصح خالتي فروجه كبرت ولات ما تفتحش دوكا بنتها الطاوس بنتها طاوز دادها لها في الشطيح هكذا كنت لقيت معها وقالت لي والله غنجي معك وين حبيت نجيبها لكم بصح وشنو حاجه الزغاري تتصفي لومبيونس ونخلطوها في قهوه الكوستو اليوم تتخلط رايا فيلم Thank you.
والله دارت فيا مزيه شتو بنتها خير من خالتي فروجه اه الو خالتي فروجه كي تهضر معاها جبد لك كاع لي كيف تاع الريال كريستيانو قالت لي كريس كلاس نانو هضرنا على قالت لي الكسكاس هو الكاسياس هضرت لي قالت لي كل هذاك اللي يعلق قالت لي كل دقيقه يقول مسني مسني لا ماشي مسني هذاك ميسي ودوكا من بعد تيك انا خلاص وليت قروش واف واي من بعد لقيتها باللي ماشي ميتي بصح وليت ان غرو ماجيسيان ان غرو ماجيسيان بينكم بلي انا ماجيسيان تري بيان الوغ شوفوا مليح كامل تبعوني مليح كامل 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 شوفوا مليح انا باش نبينكم بلي ماجيسيان شوفوا مليح شيخ زياني لا غنحبك موجو تنبوكو لي زوازو كوكو تري بيان الوغ زياني شوف مليح باش نبين لكم بلي من شواف وليت ماجيسيان تعرف ترسم شويه زياني شويه ولا غير صح الوغ ما لا شوف راني نوري لك بلي كاين اوراق بيضاء واش راك تشوف بيض بيض عاود قول بيض بيض تري بيان عثمان قول اوراق بيضاء اوراق بيضاء يا يما على صوت الشباب يا يما تفيقه حر عليه نبيل نبيل قولي اوراق بيضاء اوراق بيضاء نعم تري بيان الوغ زياني قل لي في خطر قهوة القسطو دوك يولي رسم هنايا في خطر قهوة القسطو تري بيان الوغ في خطر عثمان قول في خطر قهوة القسطو في خطر قهوة القسطو تري بيان كي قالوها انا نقول لكم بلي فوالا صح كاينة حاجة انا قهوة القسطو والله غير واحد ليماج واحد لاكاليتي ديماج ما نقدروش نخلوها ماري بلونخ زياني راه ما تقدرش ايه لازم لا كولور لازم لا كولور نبيل خول عثمان شحال شباب لا ما نقدرش نقول هذا لا معليش معليش فوق القلب عثمان شحال شباب يا روح قولها عثمان شحال شباب يا يمالاتك كي قال عثمان شباب الماري بلو راح نرجعوها كولور تري بيان قلت لكم باللي فوالا تلمو ونقول لكم باللي صح عثمان ماشي شباب باسكو عاوت ولات فوالا تري بيان تصفيقة حار عليكم ونقول لكم حاجة باللي قهوة القسطو والله غير قهوة تاع الصح تاع القسطو وقسطو تيتونا معنا شهر خوتي ربع شهور خمس شهور يعطيكم الصحة جيسبر جوزتو معنا هاد الشهور كامل ضحكتو قصرنا ولعبنا وضحكنا فيف قهوة القسطو يعطيكم الصحة مرسي مرسي يعطيك الصحة انت تاني حمزة درتنا لومبيونس شاك فوا دير لنا حاجة جديدة خطرة كلون خطرة هضرت في لي سكاتش تاعك اللي لميتهم كاع هضرت على كلش غير لونفون اللي ما ذكرتوش كلون ها لي زونفون نجيب لك واحدة نتاع لونفون يعطيك الصحة نجيب لك واحدة من تاع لونفون وي سيغي ما بسناش بلا ماكياج بصح سيك لا باسكو انا طفرت في هذاك النهار صحيت حمزة تفضل عثمان باردون ميرسي بوكو بارك الله فيك عرفناك حمزة و تو نوزا فريمون سورفري اشاك حصة تخرجنا بخرجة On t'a vu, tu maîtrises les marionnettes, tu maîtrises le clown, tu maîtrises le chant, les jeux d'exercice de... Hein, de animation et tout. Voilà, et où est-ce qu'on dit Barakallahu fik, où est-ce qu'on dit Wassab, Arak Najah, où est-ce qu'on dit Cette القهوه القسطو, cette الحصه هذه تعطيك الفرصه, الفرصه اللي خديتها. العين اعتبار تاع اللجنه راي تاع لجنه التحكيم لازم تاخذ بالاعتبار واش نقولوا مي صح سي ابري فهم الصح سي ابري كيفاش تقابل الجمهور ودير لهم وما شو ولا ستيد اب نتا وخاوتك ولا سي كيفاش هذا هو الصح فهمت باسكو الفرصه النافذه هذه عطاتكم القهوه الكوستو واش راح نقيم لك نقيمك على حاجه تو نوزا مونتخي ان تخيك و سي فغي تو نوزا رجعنا للور هذه الحصه اللي ولايتو بالتوفيق راك ناجح وان شاء الله كما قلت لك لي جون اللي يشوف فيك في التلفزه
التلفازة يفوتيو عليك ويشجعوا كانيت وهذه هي واش نقول لك نعطيك واش نعطيك 10 على 10 بارك الله لا فرانشمون باسكو العلامه ماشي العلامه اللي تاخذها سي ابري سي ابري سي مع الناس سي في الميدان الميدان حنا رانا هنا باش نعاونوكم فرانشمون المساعده باسكو حنا نامنوا بكم و سي فري نامنوا بكم 100% نعطيك 10 على 10 لو كان قد نعطيك مش عارف شنو نعطيه لك بصح صح انت فهمت انت اللي راح تقيم ميرسي عثمان ميرسي بوكو بصح اخويا فكر بلي عثمان عنده 3 سمانات ما مدش 10 هذا العشرة الاول بعد 3 سمانات دونك تفضل استاذ زياني يعطيك صح اسكو جو روتيان لو بلوس سي يعني نشوف بلي كاين نون سولمون مجهود مي كاين خدمه يا دو ترافاي ديغيير C'est-à-dire, je vois qu'il y a du travail derrière, une chauve même ce que tu fais, même le best-of, tu l'as fait, mais je sentais même le best-of, il y a du travail. C'est-à-dire, le lien avec un personnage et un autre, un personnage de l'ancien sketch, ou le personnage du sketch d'après et tout, on sent qu'il y a un vrai travail, il y a fait de la transpiration, et ça, c'est important, parce que c'est, mais qu'est-ce que vous avez dit, qui chauffe avec des, ils pensent que c'est facile, d'être là sur scène, ou parce que tu racontes des blagues, mais il n'y a pas que ça, il y a un vrai travail, et là, je sens chez toi du travail. En plus, quand tu as plusieurs registres d'interprétation dans le travail, c'est-à-dire que, voilà, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, le comédien, pas l'acteur, pas un personnage. Toi, tu peux faire plusieurs, c'est-à-dire, c'est, toi, tu vas vers les personnages. Machine, t'as un personnage ou Jibhum, c'est toi qui vas vers les personnages. Donc plusieurs registres, c'est très bien. Ben continue avec les efforts et avec le travail que tu es en train de faire et 9 sur 10. Ouhou! Kaina Hajab, Cheikh, je vous dis Hajab. Qahwat el Ghoslo Hadia, بالنسبة لي c'est une école. Parce que Aranandjou, مع شيخ تاعنا مع كادر مع شيخ جاهد رانا نديرو مجهود وهم يوريونا طريق دونك كاين عفايس حنا ما نعرفوهمش مي هما وراونا دونك قهوه القسطو سي نيكول مدرسه صدقني غير مدرسه بالك الجمهور ما على بالوش بالك الجمهور ما على بالوش حسبالو نجو هكذا انا نريحو نجو نجوزو لا فيها دراسه الناس تدرس الناس تعلمنا الناس انا نسهروا انا نخدموا غير باش جوست حاجه واحده بك باش البيبليك اللي راهو هنا ولا اللي راهو يشوفنا باش يضحك رانا هنا يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم شكرا ميرسي يعطيك الصحه عمزه خويا نروحوا